أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المتواصلون في شرح لمادة الأسبوع الأول من كتاب اكتساب اللغة الطور الثاني. إذن هدفنا اليوم هو التعريف بمادة الأسبوع الأول وما سيتم شرحه خلال هذا الأسبوع، وهو موافق من 3/9 إلى 7/9. أذكر أن وحدتنا وموضوعاتها مربوطة ربطاً أساسياً بالمفهوم الرئيس والمفهوم ذات الصلة والسياق العالمي، فلا بد أن نكرر هذه المفاهيم باستمرار حتى نعلم ما علاقتها بموضوعات الدرس. المفهوم الرئيس التواصل، وأذكر أن التواصل أعزائي الطلاب يحدث بأشكال مختلفة، فقد يحدث بالقراءة، قد يحدث بالعمل الجماعي الصفي، وقد يحدث بالاستماع للمعلمة أو التواصل مع اللوح التفاعلي في الصف إلى غير ذلك من وسائل التواصل. كما أن المفهوم ذات الصلة هو اختيار الكلمات أو والأنماط. اختيار الكلمات، هناك كلمات جديدة ستتعرف إليها وستستخدمها أيضا استخداما صحيحا في تعبيرك، فمثلا ستستطيع أن تقول اسمي كذا، عمري كذا، صديقي هو فلان مثلا. أما السياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي، الأنظمة اللغوية. التعبير الشخصي والثقافي هو أن تعبر عن نفسك من خلال بيئتك وثقافتك وهويتك، فتقول أنا من مدينة كذا مثلا، أنتمي إلى مكان ومن عاداتنا وتقاليدنا. إذن هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الوحدة. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي: يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبرا عن شخصيته وثقافته. ماذا تلاحظ من هذه الجملة عزيزي الطالب؟ نعم، نلاحظ أن مفردات عبارة البحث والاستقصاء مأخوذة من المفهوم الرئيس والمفهوم ذي الصلة والسياق العالمي الذي ذكرته سابقا. يتواصل، التواصل وهو المفهوم الرئيسي، يتواصل الإنسان باختيار كلمات. إذن طريقتنا في التواصل هي أن تختار كلمات تعبر فيها عما تريد أو عن أغراضك الشخصية ذات أنظمة لغوية معبرا عن شخصيتك وثقافتك كما ذكرت قبل قليل. في البداية عزيزي الطالب، فإن اليوم الأول والثاني من هذا الأسبوع سيكون للتعارف وأنشطة تضم منهاج مادة اكتساب اللغة العربية، أنشطة ممتعة إن شاء الله، وسيكون التعريف بالخطوط العريضة لما سيتم شرحه خلال هذه السنة الدراسية إن شاء الله. وبعد ذلك سنبدأ بالكتاب، حيث يتناول الدرس الأول رياضة المشي. بالعادة نحن نقوم بقراءة الدرس وتحليله من خلال تفسير معاني المفردات الجديدة ومعرفة الفكرة العامة والدروس المستفادة منه، ثم تقييم فهمنا لهذا الدرس من خلال الإجابة عن الأسئلة الموجودة في الكتاب. ولا ننسى أيضاً المنصة التعليمية التي وجدت من أجلكم ولمساعدتكم، فهذه الدروس موجودة ومشروحة صفحة صفحة في المنصة التعليمية، حيث يوجد جميع المصادر والتقييمات الذاتية التي تساعدك في فهم الدرس بطريقة أوضح. دعوني أقرأ الدرس الأول، رياضة المشي. مرحبا فادي، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. إذا لاحظ أن الفن الذي يندرج تحته هذا الدرس هو فن الحوار. أعرفك إلى ابني زيد، عمره 9 سنوات. أهلا زيد، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. إذا هذا نوع من أنواع التواصل، وهو الحوار الذي دار بين فادي وصديقه. هل تذهب إلى المدرسة يا زيد؟ نعم، أنا في الصف الثالث. هل تمشي كل صباح يا صديقي؟ نعم، فأنا أحب رياضة المشي.
وأنا أيضاً أريد أن أمشي كل صباح. أحسنت، رياضة المشي مفيدة للجسم. هل أنتظرك في هذا المكان في السادسة صباحاً؟ نعم، وسأحضر معي ابني مازن. كم عمر ابنك مازن؟ أصغر منك وعمره 8 سنوات. كم أنا سعيد، تمشي أنت وأبي وأمشي أنا ومازن. اتفقنا، إلى اللقاء، مع السلامة. إذن سنتطرق إلى مفهوم فن الحوار وآداب فن الحوار، ثم سنتحدث عما تعلمناه ونستنتج أبرز المفردات وتستخدمها أيضاً عند تعبيرك الثقافي عن أي موضوع نريده. إذن قبل قليل ذكرنا أنك ستعبر عن شخصيتك وثقافتك، فلاحظ أن الحوار الذي جرى بين شخصياتنا قبل قليل هو يندرج تحت الاسم والعمر والسكن واسم الأصدقاء، لذلك ستخرج معبراً عن اسمك، عمرك، تسكن أين، واسم صديقك ماذا؟ ستقول اسمي كذا وعمري كذا، أسكن في مدينتي، واسم صديقي أو صديقتي. كما تلاحظ عزيزي الطالب، هناك أسئلة خاصة بفهم المقروء الذي ناقشناه قبل قليل، سنقوم سوية بقراءته والإجابة عنه من خلال فهمنا للنص. وأذكر أن الإجابات النموذجية ستوضع في صفحة المنصة التعليمية في صفحة خاصة بعنوان حل الأسئلة. كما سنتطرق في هذا الأسبوع إلى أيام الأسبوع باللغة العربية، فمن الجيد أن تعلم اسم اليوم باللغة العربية، ما اليوم السابق، ما اليوم التالي لهذا اليوم، وأن تكتبه أيضاً عند الإجابة عن التدريبات على دفترك بطريقة صحيحة. أيام الأسبوع: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، ويوم العطلة اليوم السعيد هو يوم الجمعة. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنقوم بشرحها خلال هذا الأسبوع. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طاب نهاركم بكل أمل وخير.